مصر كلها تبعت موضوع الضرائب الجديدة اللي مجلس النواب وافق عليها، والناس في مصر بمجرد ما بتيجي سيرة الضرائب بيجيلها زي اكتئاب كده، لأن معناه تكلفة جديدة من جيوبهم في وقت البلد فيها أزمة أسعار وغلا معيشة لأسباب كلنا عارفينها. وخلينا نتكلم بالراحة في موضوع الضرائب ونشوف الحكومة عملت كده ليه، وإيه هي السلع اللي نزلت عليها الضرائب، وهل الضرائب في مصر سيستم عايز مراجعة من الأساس ولا إيه الحكاية؟ بانكير نبض البنوك. كل خبراء الاقتصاد بيجتمعوا ان منظومة الضرائب في مصر محتاجة عدالة، وده جزء مهم من الاصلاح الاقتصادي المطلوب، وبطريقة التفكير دي هتستمر نفس المشاكل. خلونا نشوف قائمة السلع والخدمات اللي وافق البرلمان على تعديلاتها من وزارة المالية والخاصة بضريبة الدمغة والرسوم، والحكومة دخلت فيها أكتر من سلعة أساسية بالنسبة للمصريين بجانب سلعة تانية غير أساسية. البرلمان مثلا زود ضريبة الدمغة النسبية على التأمين بحوالي 1%، منها أقساط التأمين على الحياة والتأمين ضد الأمراض والإصابات، ودي فيها مشكلة لأن دي مش رفاهية، ومصر عندها مشكلة كبيرة في معدل التغطية التأمينية بشكل عام سواء للأفراد أو المؤسسات. كمان زيادة رسوم مغادرة البلاد ل 100 جنيه، ودي الضريبة الحقيقية اللي أثارت الجدل ما بين الناس وبقت محل سخرية، لأن المواطن اللي طالع يسترزق بيكون باع اللي وراه وقدامه وكأنك بتاخد آخر جنيه في جيبه. والقرار فرض زيادة ضريبية على الأسواق الحرة ل 3% من ثمن السلعة، وده عمل جدل كبير برضو لأنه طول عمر الأسواق الحرة معفاة من الجمارك والضرائب بهدف تشجيع السياحة، وإن السياح يشتروا منها بالدولار والعملات الأجنبية، بكده هتزعل الأجانب، هتقلل مبيعات الأسواق الحرة اللي هي شركة تابعة للدولة في الأساس. لكن أكتر حاجة زعلت الناس وخاصة مدمني القهوة هو زيادة ضريبية على السلع زي القهوة والشوكولاتة بمعدل 10%، واللي بقدرة قادر اتحطت في وسط سلع رفاهية زي السلمون والجمبري والكافيار، رغم أن القهوة معظم الشعب المصري بيشربها زي الشاي وعمرها ما كانت رفاهية. وشملت الضرائب سلع معمرة زي خلاطات المأكولات ومكن الحلاقة، مجففات الشعر، مكن القهوة، محمصات الخبز، ساعات الإيد وسماعات الرأس والأذن والسكوتر. وحسب التوقعات منتظر حصيلة ضريبية حوالي 5 مليار جنيه في وقت رفعت فيه الحكومة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، وده هيقلل الرقم ده. ولو الحكومة شايفة ان فرض الرسوم دي هدفها ناخد من الأغنياء ونصرف بالحصيلة دي على الفقراء، بمنطق ان السلع دي بيستهلكها الأغنياء، فالأولى تاخد ضرائب دخل افضل من الأغنياء وضرائب على الثروة او ضرائب على الأرباح الرأسمالية، او تحل مشكلة التجنب الضريبي واللي بتخلي شركات البلد كتير منها متسجل في ملاذات ضريبية والدولة ما بتستفادش منها اي حاجة. من وجهة نظر الخبراء الحكومة اختارت الحل السهل بفرض الرسوم والضرائب الغير مباشرة لأنها الأسهل في التحصيل ومش محتاجة مجهود كبير ولا تطوير قواعد بيانات ولا تحديث لعمل مصلحة الضرائب، عشان كده هتفضل المشكلة إن مصر الحصيلة الضريبية فيها متدنية بالمقارنة بالناتج المحلي زي ما قلنا قبل كده، والرسوم وضرائب الاستهلاك بالأساس بترفع معدل التضخم وكأننا بندور في دايرة مفرغة، والعقل بيقول إن نظام فرض الضرائب محتاج إعادة نظر. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.